غزوة بدر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. عمل قليل وأجر كثير، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فعن البراء كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. شهداء المسلمين في الجنة. البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.